لأنها تختلف عن غيرها من مدن السعودية، ولأنها تشتهر بمساحتها الخضراء الشاسعة وطقسها المعتدل ومناظرها الطبيعية الخلابة، تم إعلان أبها عاصمة للسياحة العربية لعام 2017 لتصبح أول مدينة في المملكة تفوز بهذا اللقب. احنا انطلقنا الآن مع وجود التمويل، الدولة أتاحت الآن التمويل السياحي المرحلة الأولى على 2,700,000,000، هذه أول مرة تحدث ونحن ننتظر ذلك من 12 سنة. لا يمكن تقوم صناعة جديدة واقتصادية وتوظف المواطنين دون تحفيز من الدولة. يعني انبسطت ان أبها مدينتي صارت عاصمة السياحة، وان شاء الله تكون احتفالات اكثر، وانبسطت ان ذا اليوم جونا فنانين، ونتمنى انهم يجون ضيوف اكثر يتعرفون على مدينتي. امدح مدينتي صراحة وافتخر فيها، لان اجواء وتعامل الناس راقي جدا، كل شيء فيها تمام يعني، وانصح الناس بالزيارة لها.